رجعوا شعباني مع أحمد تالا. كانت لنا زيارة ميدانية البارح رفقة السيد المندوب رجعوا التنمية الفلاحية بالقاسرين والمصالح الفنية بالمندوبية وأعضاء المجلس المحلي والسادة العمد إلى منطقة شاكر، اللي المنطقة دي تشكو نقص في الماء صالح للشراب، خاصة بعد نقص الأمطار والآبار السطحية اللي استغلوا فيها ما عادش فيها ماء، دونك أصبحت إشكالية كبيرة. وهذاك علاش قمنا البارح بزيارة ميدانية للمعاينة الآبار دي واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة في تزويد المواطنين هذوما بالماء صالح الشراب في منطقة شاكر الحراكة في عمادة الأشرة. واتفقنا مع مصالح المندوبية أنه نركزوا زوز نقاط في توزيع المياه بالجزيرة العميقة اللي تزود منطقة أولاد الصعيد، وهذوما مؤقتا علما أنه المشروع نتاع تزويد المنطقة دي تم إعلان طلب عروض بانطلاق الدراسات دي، وعندنا البير موجودة في عين جديدة باش تتزود منها المنطقة ككل وتصبح حل جذري، ما عادش عندنا إشكالية في الماء والشراب. في انتظار ذلك الإجراء هذايا مؤقتا بتركيز بوتونس باش يستغلها لمعناها التزود بالماء والشراب بمنطقة شاكر الحراكة. كذلك تم معاينة بعض المشاكل الفلاحية باعتبار المنطقة هذه منطقة منتجة خاصة في الخضروات، وتم بعض المسالك اللي باش ينظر فيها السيد المندوب مع المصالح الفنية نتاعهم ويتم اعتمادها في البرامج المقبلة. كذلك تم زيارة اللجنة المحلية، قامت بزيارة معناها تفقد إلى منطقة المجمع المائي منطقة بولحناش وجهة الظل، والمجمع هذا تقريبا يزود في 600 عائلة، شد بعض الاضطرابات في المدة الأخيرة من جراء سرقة الماء والتعدي على الشبكة. وذلك علاش قامت اللجنة المحلية بحملة البارحة على الشبكة هذه وتحرير 21 محظر من استغلال عشوائي ودون معناها عداد، وكذلك سرقة المياه في واستغلاله في السقوي، وهذا باش يحيل الملفات هذه مصالح المركز الحرس الوطني بتالا على المصالح القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وردع كل من تسبب في الاعتداء على الشبكة هذه، لأنه شبكة جديدة مازال تقريبا 3 أشهر من اللي تم تسليم المشروع، دونك وقعت اعتداءات كبيرة، وهذوما 21 منتفع باش يوقع إحالتهم إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.